بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنكمل في اسعار الثلاجات. الثلاجات اللي موجوده هنا كتير جدا. قلنا اسعار ثلاجات توشيبا، واسعار ثلاجات تورنيدو، واسعار ثلاجات فريش وسامسونج وال جي. النهارده بقى هنتكلم في بقيه الاسعار اللي موجوده، وهتلاقوا الاسعار اللي موجوده عندي دي ارخص من الاسعار اللي انت تلاقوها بره ووراهن. يعني كل الثلاجات دي كده عليها سعر، مكتوب عليها سعر. ثلاجات وايت ويل، وايت بوينت. نخش على الكريازي برضو، بس قبل ما نخش كده نصلي على النبي، نوحد الله، وبنطلب يعني في زرار تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك، يعني اتمنى تدوس على الزرار ده، يبقى انت كده اشتركت في القناة بتاعتي وتتابع اي فيديو ينزل على القناة. هو الزرار مجاني جدا، ما مش عليه اي ضرر، ما بيعملش اي مشاكل على قناتك خالص. ده بس تدوس اشتراك، يبقى انت كده اشتركت معايا في القناة بتاعتي. تمام يا جماعة؟ كريازي، دول الكريازي الاسعار الجديده بتاعتها اللي موجوده 450 لتر. دي اهي، دي 450 لتر، الموديل بتاعها اهو 450 لتر. استهلاك الشاشه بتاع الكهرباء 63 كيلو، عامله كام؟ عامله 22000. 22000. بص على حجمها من جوه، انا مش هسيبكم، انا يعني انا هدلعكم واوريكم كل حاجه بالتفصيل يعني، بس ما تنساش بقى ايه يعني زر الاشتراك اللي تحت الفيديو ده، انا طالبه منك يعني. اهو ده حجمها من جوه. طبعا كريزة بتديك مساحة واسعة، بتديك مساحة واسعة، بس في ناس بتشتكي منها. نخش على الأكبر منها، 535 لتر. استهلاك الشحن بتاع الكهرباء 60 كيلو. طبعا استهلاك كريازي في الكهرباء بيكون عالي في العائلات العادية، مش الانفرتر يعني. اهي يا جماعة الحجم بتاعها من جوه، يا رب تكون باينة. خليك انت مستمر في مشاهدة الفيديو، مش عايز تدوس برضه على زر الاشتراك تحت الفيديو، هفضل اتحايل عليكم كتير يعني. اعتبرني عم محمد رمضان، محمد رمضان عنده القناة بتاعته حاجة ومليون يعني، وبقدم لا مؤاخذة حاجات، ما حاجات استغفر الله العظيم يا رب، ولا حسن شاكوش ولا حمو بيك يعني. لازم نعمل مهرجانات عشان تدوس على زر الاشتراك يعني. اهي يا جماعة ده حجم الثلاجة كريازي 535 لتر. قلت على سعرها ولا لا؟ اهي سعرها، ده سعرها 24700. في كريازي 370 بس دي خلصانه مش موجوده، فعشان كده مش عليها سعر. كريازي بقى الكبيره خالص 690 لتر، اهي 690 لتر، الموديل بتاعها 690. استهلاك الشحن بتاع الكهرباء 57 كيلو. دي يا جماعه اسمها كريازي بريمير، كريازي بريمير. طيب سعرها كام؟ سعرها 37100. بس ثلاجه وفيها شاشه ديجيتال تتحكم في الربيع عن طريق مقبض خارجي، وسودا في بنزين اسود وسيلفر. بص ثلاجه كبيره جدا، اكبر ثلاجه يعتبر في السوق في البابين يعني، اللي هي فريزر فوق وثلاجه تحت. ثلاجه كبيره، انتوا مش شايفينها طبعا على الطبيعه، الكاميرا مصغراها شويه. دي 690 لتر، دي ثلاجه كبيره جدا. تمام، دي كان في حد سالنا قبل كده موتورها ايه؟ غاز تبريدها ايه؟ كنت عملت فيديو مفصل عليها تقريبا. سامسونج طبعا قلت لكم على الاسعار بتاعتها. هنخش على الوايت بوينت بعد كده الوايت ويل. عندي الوايت بوينت دي اهي 451 لتر، الموديل بتاعها 483، باللي في الاخيره دي يعني اسود. تمام، ووتر ديسبنسر اللي هي دبليو دي، يبقى ووتر ديسبنسر بولد او بلاك 451 لتر. استهلاك الشحن بتاع الكهرباء 32 كيلو. دي طبعا بشاشه، بتحكم في تبريد بشاشه، وفيها ووتر ديسبنسر في اللي جنبها اسود من غير شاشه. انا بصوا لو بعدت كده الاثنين الثلاثه دول واحد نفس المقاس. دي استانلس، دي الاستانلس اهي، ودي الاسود، ودي الاسود اللي فيها ووتر ديسبنسر او حنفيه ميه وشاشه، كلهم واحد. طيب دي بكام اللي فيها حنفيه ميه وشاشه؟ دي ب 32900. تمام، طب اللي سيده خالص اللي هي من غير حنفيه ومن غير شاشه وايت بوينت برضه نفس المقاس ب 31400. تمام، والبطاقه بتاعتها اهي، لو حد يبص على البطاقه كلهم واحد، يعتبر 32 كيلو استهلاك للشحن بتاع الكهرباء للثلاجه 450 وايت بوينت. في بقى منها الاستانلس اللي بشاشه، الاستانلس اللي بشاشه اهي ب 31800 اهي اهي يا جماعه. وناخد بالنا اللي بيكون فيها شاشه بتكون فيها فلتر، فلتر تنقيه الروائح اللي هو موجود جوه الثلاجه اللي هو ده، اللي بيكون فيها شاشه يعني. مثلا نبص على اللي جنبها كده اللي بدون شاشه، مش هتلاقي فيها الفلتر. هل هو في الفلتر اللي هو ده؟ بصوا لا، الفلتر الايون ده موجود اللي في اللي بشاشه بس، اما الثلاجه اللي هي بدون شاشه ما فيهاش الفلتر ده، فبالتالي هتشم ريحه للاكل. بكلمكم بمنتهى الصدق، ما بيجيش، ما بكذبش عليكم، ما بحورش عليكم، بكلمكم بكل
بكل يعني اريحيه، مش مضغوط من حد، بكلمكم وبفهمكم كل حاجه، بعتبركم يعني ايه اكني هشتري الحاجه ليا انا. فما تنسوش من عمل بس اشتراك، زرار مكتوب عليه اشتراك تحت الفيديو، دوس عليه والله العظيم ما هيكلفك حاجه ولا بيضر في اي حاجه، دوس عليه. يا حاجه يا حاج يا مدام يا انسه يا استاذ يا كابتن، الزرار تحت الفيديو دوس عليه. لو لونه اسود وانت لسه مش مشترك، لو لونه ابيض وانت اشتركت خلاص. تمام. اللي بالشاشه بصوا، ده اللي بشاشه اهي، دي بشاشه اهي، هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقيها فيها الفلتر بتاع الروائح. يبقى عرفنا في الوايت بوينت لما نلاقي التلاجه فيها شاشه او ديجيتال يبقى فيها ايه؟ فيها الفلتر. طيب لو ما فيهاش الشاشه يبقى ما فيهاش الفلتر اللي بينقي الروائح. طبعا الفريزر كله اهو، الفريزر كله واحد. تمام. نفس الحاجه، نفتحهم كده ثلاثه جنب بعض عشان في ناس ما بتصدقش، في ناس بفضل اقنعها بالعافيه. والناس دي على فكره يا جماعه مش عاملين اشتراك، والله العظيم الناس اللي هي بفضل اللي هي دماغها ناشفه جدا، اللي هي ما بتحبش الخله حد، ما بتفضل تجادل معايا كتير في التعليقات، وتلاقيها اصلا مش عامله اشتراك، بتضيع وقت وكل شويه ترن عليا، ولازم تقنعها ايه بقى؟ لازم تقنعها صوت وصوره، وساعات برده ما بيصدقوش برده. يعني سبحان الله، هم دماغهم كده، ربنا خلقهم كده. تمام. وهم ناس محترمين وعلى دماغنا طبعا. واللي فيها واللي فيها شاشه يا جماعه بيكون فيها الايس ميكر اهو، بيكون فيها ايس ميكر وبيكون فيها اضاءه. خلي بالكم برده دي نقطه مهمه، اللي بيكون فيها شاشه في الوايت بوينت 450 بيكون فيها الاضاءه الليد وبيكون فيها الايس ميكر، بوكس على بعض، بوكس على بعضه. اما الغلبان اللي في النص دي ما فيهاش فلتر عشان ما فيهاش شاشه وما فيهاش اضاءه هنا فوق، والايس ميكر اللي هو العشوائي اللي هو البدائي ده، مش اللي هو البوكس على بعضه كده. خلاص عشان ما نطولش في وقت الفيديو، نكمل في الوايت بوينت الاصغر بقى شويه، نخش على الاصغر شويه. الاثنين دول واحد، سواء دي سيلفر ودي الاسود، الاثنين دول واحد من غير شاشه. الموديل بتاعهم اهو 463 اس 420 نتش، دي بتبقى 40 كيلو استهلاك للشهر، يعني اكبر من اللي هي اكبر منها في المساحه. تمام. دي ب 27700 السيلفر. طب الاسود منها بكام؟ ب 28200. تمام. نخش على الوايت ويل المصري، في وايت ويل مصري وفي وايت ويل تايلاندي، وفي تايلاندي الكبيره بس انا بعتها لان انا عملت عليها فيديو مفصل. يعني في واحد كده ربنا يبارك له فيها، جه اخدها جاي من المنصوره والله، الحاج اسامه، يعني انا بمس عليه.